السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمال اكلمك على الديجيتال توين، صدعتكم بالديجيتال توين وتوأم الرقمي. طب نشوف الموضوع عملي. طيب بدل ما نشوفه في مبنى، خلونا نشوفه في حاجة بسيطة خالص، او ميكانيكال اكويبمنت صغير. طبعا المبنى بيكون فيه كتير ميكانيكال اكويبمنت او اجهزة ميكانيكية او اجهزة كهربائية زي اجهزة تكييف بتاع، فده حتة صغيرة خالص اهيت. تمام، تقدر ان انت تشوف مثلا هنا طول الوقت انت بتشوف انجن سبيد، السرعة بتاعتها، انجن فيبريشن بالشكل دوت، فلو في اي عطل انت بتشوفه، زائد ان هو توأم رقمي في نموذج مماثل لديجيتال. قبل ما المشكلة تحصل يقول لك خلي بالك بالاداء ده، تحصل مشكلة بعد 10 دقايق، تحصل مشكلة بعد يوم وهكذا، فمن الاحسن ان احنا نبدل نوقف وهكذا. هنا بالبارتس، تمام، ممكن تحدد اي جزء يبدأ يجيب لك التحليل بتاعه كل جزء بالشكل دوت. هنا المينتيننس، الحاجات بتاعت الصيانة، وبيقول لك ان في حاجات اهيت الريزولت بتاعتها جود، طب في حاجات فيها باد، فتقدر تشوف ايه المشكلة اللي موجودة. تمام، الايشو تبدأ تشوف الايشو الموجودة، الدوكومنتس، البروكيورمنت. فانت عندك يعني اي مشاكل موجودة انت بتتنبأ بها قبل ما تحصل وبتسجلها وكل حاجة موجودة، وتقدر ان انت تشوف كل حاجة في المبنى، الاداء بتاعها. تمام، تقدر تتحكم فيها. هي دي فكرة التوأم الرقمي. هنشوف أمثلة إن شاء الله بعد كده على مباني كبيرة، ونقدر إن إحنا نتحكم فيها ونعملها صيانة بشكل قوي. الحمد لله الشركة بتاعتنا بتعمل الموضوع دوت.